السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ثامر وميجا كي اس اي، واليوم راح اقدم لكم الجزء الثالث من سلسلة خمسة افلام حزينة لا يمكنكم مشاهدتها الا مرة واحدة فقط. احيانا الفيلم الحزين تقدر تشاهده اكثر من مرة وهذا شيء عادي جدا، ولكن في بعض الناس او بعض الاشخاص ما يحب يشاهد الاحداث المؤثرة او الاشياء المؤثرة في الفيلم، فيتجنب انه يشاهده ثاني مرة. هو فيلم حلو يمكن يكون عنده من افضل افلامه، ولكن ما يحب يمر بالتجربة القاسية اكثر من مرة. خلونا ندخل على القائمة. والمركز الخامس اسم الفيلم نيفر ستيدي نيفر ستيل. في هذا الفيلم راح تشاهد ممثلين أول مرة تشاهدهم. الفيلم جميل وحزين إلى حد ما، ويتكلم عن مرض باركنسون. ومرض باركنسون هو اضطراب يصيب الجهاز العصبي ويؤثر على الحركة. تبدأ الأعراض تدريجيا، وفي بعض الأحيان تبدأ برعشة قد لا تلاحظ في يد واحدة، ثم يتفاقم الأمر بمرور الوقت. والذي قام بأداء شخصية المصابة في هذا المرض هي شيرلي هندرسون، كانت مبدعة في الدور بشكل جنوني وتستحق الأوسكار، ولكن الفيلم ذا ما كان مشهور، ويعتبر عندي فيلم حزين إلى حد ما بسبب أحداث داخل القصة ما أحب أني أتكلم عنها. وشاهدوا الفيلم وراح يعجبكم، لكن راح يكون حزين إلى حد ما. هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخص إلى 7/10. ونروح إلى مركز الرابع اسم الفيلم ويند ريفر. هذا الفيلم يتكلم عن البحث عن الحقيقة وكيف أحيانا تكون صعبة جدا العثور عليها. هذا الفيلم يتكلم عن قناص الحيوانات المتوحشة التي تهدد سكان البلدة. كان يقوم بروتينه العادي في تعقب والقنص، يعثر بالصدفة على جثة فتاة عارية القدمين متجمدة في الثلج، ويتم إرسال محققة من مكتب التحقيقات الفيدرالي لحل اللغز في هذه الجريمة والعثور على القاتل. الحزين في هذا الفيلم أن شخصية كوري لامبارت وقع لها حادثة مأساوية لأحد عناصر عائلته في الماضي، حيث لا يزال يحمل ذنبها معه، وسبيله الوحيد للخلاص من هذه المشكلة هو المساعدة في حل لغز هذه الجريمة. هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخص إلى 8/10. ونروح لمركز الثالث اسم الفيلم درايف. هذا الفيلم من بطولة رايان غوسلينج، وراين ممثل مبدع والناس تحب جميع أعماله، لكن فيلم درايف يعتبر فيلم جميل، والسبب أنه حزين من وجهة نظري هي الشخصية الرئيسية، وكانت هادئة جدا قليلة الكلام، وهذا مطلوب من الشخصية بسبب أن هذه هي قصة الفيلم. وأيضا شخصية إيرين الحزينة أيضا. والفيلم يتكلم عن السائق الماهر حيث يتولى قيادة بدلا من أبطال الفيلم في المطاردات الخطيرة أثناء التصوير، إضافة إلى عمله ميكانيكيا في الورشة التي يمتلكها شانون، وغير ذلك يعمل على مساعدة السارقين في عملية الفرار من الشرطة بعد إتمام مهامهم. في أحداث داخل الفيلم ما راح أتكلم عنها تخلي هذا الفيلم حزين، لكن في أشياء داخل الفيلم لو تكلمت عنها بيعتبر حرق. شاهدوا الفيلم وراح تعرفون ليش إنه حزين. هذا تقييمه على شبكة IMDb، تقييم الشخص إلى 8/10. ونروح لمركز الثاني اسم الفيلم If I Stay. هذا الفيلم يتكلم عن الغيبوبة وكيف إن الإنسان يقدر يتصالح مع النفس خلال غيبوبته. الفيلم جميل لكن في أحداث حزينة في هذا الفيلم، والشخصية معنا في هذا الفيلم هي مايا عازفة التشيلو، والتي شاهدت أن أصعب قرار يمكن أن تواجهه هو الاستمرار في حياتها الموسيقية أو الاتجاه إلى طريق آخر، لكن مو دائم ما يسهل على المرء اتخاذ مثل هذه القرارات، خاصة بعد أن تعرضت لحادث سيارة ودخلت في غيبوبة، لكنها في الوقت ذاته تتحرك خارج نطاق جسدها خلال الغيبوبة لتدخل تجربة وجودية بالغة الاختلاف. فيلم فكرته جدا جدا حلوة، لكن في أحداث داخل الفيلم ما حبيت اني اتكلم عنها تخليه انه حزين. شاهدوا الفيلم وراح تعرفون ليش انه حزين. هذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخص له 8/10. ونروح للمركز الاول اسم الفيلم A Ghost Story. هذا الفيلم من بطولة كيسي أفليك، وكيسي أفليك من الممثلين اللي يحب أعمالهم في الفترة الأخيرة، وهذا العمل غريب إلى حد ما ويعتبر جميل ولكن حزين، ويتكلم عن الوجود بعد الموت، كيف الإنسان بعد ما يموت إنه من الممكن يقدر يشوف أحبابه والناس اللي كان عايش معهم. الشخصية اللي مثل فيها كيسي اسمها سي، وبعد ما يموت في بداية الفيلم يغدو شبحا متلحفا ويحاول التواصل مع زوجته ويشاهد كيف تعيش من بعده. فيلم يعني مثل ما قلت يتكلم عن وجود بعد الموت، وهذا شيء جدا جدا في ناس كثير راح تختلف معك فيه، تتوقع انها ما راح تعيش بنفس صورة الفيلم. وهذا تقييم على شبكة IMDb، تقييم الشخص له 9/10. كان معكم ثامر أوميجا كيسي، لا تنسون الاشتراك بالقناة واللايك والنشر. الى اللقاء.